المباراة التالية، ولكن هذا راح يكون بعد الفاصل. رجعنا لكم من بعد الفاصل، والحين ننتقل حق النزال الثاني بين لاعب أسامة ممثل دولة مصر واللاعب خليفة ممثل دولة الكويت. عشان أعرفكم أكثر على اللاعبين تابعوا معي هذا التقرير. نفس ما شفنا في التقرير الثاني، خلينا نعطيكم بعض المعلومات المفصلة أكثر عن اللاعبين. أسامة عبد العزيز هو لاعب متخصص في الجودو والمصارعة، وهو بطل أفريقيا وبطل العرب في الجودو، بطل أفريقيا في المصارعة، وهو أيضا حاز على المركز الثاني في بطولة جراند بريكس. طبعا وجود لعبة المصارعة هذا شيء جديد على بطولات القتال المفتوح في الكويت، وهذا شيء كان مدعاة للفخر لنا أنه تكون هذه اللعبات القوية، اللعبات الفعالة في الدفاع عن النفس موجودة في هذه التحديات. طبعا خليفة القسيمي هو لاعب متخصص في، احنا نحكي الـMMA، لأنه هو لاعب أكثر شمولية، في عنده معرفة في الموي تاي بالإضافة إلى الجوجيتسو، وهو من تدريب الكابتن حسام قشوع. وبالفعل صالح أن حتى اللاعب خليفة أنه كان عنده مشاركات ببوليفيا في لعبة MMA، وشارك في أحد البطولات، هذا ما أعطته خبرة كبيرة أنه يشارك بهال. مظبوط، خليفة كان عنده مشاركة، عنده خمس مباريات في MMA في بوليفيا، كانت تقريبا أندرغراوند فايتنج، ففاز منها أربعة من هذه النزالات. أعزائي المشاهدين، مثل ما أنتم عارفين لاعبين يبذلون من وقتهم من جهدهم الكثير من الوقت عشان يصلون لهذه المستويات. عشان نوريكم جزء بسيط من هذه التمارين تابعوا معي هذا التقرير. Name is Khalif Al Qasimi. Born in the States, raised in Kuwait. Father's Kuwaiti, mom is Bolivian. I'm a mix and I love mixed martial arts. I've been going through a small circuit right now. Did some shadow boxing, some cardio, punching bags, power training. That's what MMA fighter has to go through, pain. What I'm gonna do to my opponent? Well, I'm here to make a nice show, and I think the best show I can give the Kuwaiti youth is a knockout with my right fist. معكم أسامة عبد العزيز الصعيدي، لاعب مصارعة. بلعب مصارعة من عندي 25 سنة. لعبت بطولة عرب، لعبت بطولة أفريقيا، لعبت بطولة عالم، لعبت بطولة جولد اوف جراند بريكس، وبحب المصارعة وبحب فايتنج. تمرين الصبح رننج، بوكسينج ساعتين، بعد الظهر تمرين جودو ومصارعة ساعتين، بالليل تقويات بالأحمال وكروس فيت. إن شاء الله يكون ماتش كويس، لأن أنا سمعت إن الخصم اللي قدامي خصم يعني لاعب كويس ولاعب قوي، وأنا كمان بتمرن كويس ولاعب قوي. لا
نفس ما شفنا أعزائي المشاهدين في هذا التقرير، تعرفنا على تجهيزات وتدريبات اللاعبين، شفنا الطرحات الجميلة اللي نتوقع إن شاء الله نشوفها في هذه المباراة. للجمهور جدا متحمس لها لأنها مباراة في الوزن الثقيل لوزن تحت 93 كيلوغرام بين أسامة عبد العزيز الشبيه بالبطل العالمي تيتو أورتيز، وأيضا بطل الفنون القتالية المختلطة خليفة القسيمي. خلينا نشوف تقرير يوضح المشاعر ويوضح تجهيزات اللاعبين قبل صعودهم للقفص بلحظات قليلة. تابعوا معنا هذا التقرير. يعطيك العافية أسامة. ما فيك، خليك. كلمنا عن استعداداتك للبطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تمرنا كويس وعملنا اعداد كويس وان شاء الله تشوفوا ماتش كويس ويعجب الناس. خليفة، كلمنا عن استعداداتك حق البطوله هذه. Or tell us the competition. So far everything seems nice. Everybody's warming up, getting ready. And I wish everyone the best of luck in their competition. نفس ما شفنا بالتقرير التالي، شفنا طبعا الإجهاد واضح اللاعبين، الحماس وطبعا جزء من الرهبة، بس كل لاعب يحاول يخبي طبعا هذه الرهبة. وأنا ما أقول إلا الله يعينهم، تعتبر هذه